حزب العدالة والتنمية ماشي حزب قاصر، هو حزب بالغ وملقاح ماجوري فاكسيني. ولهذا فليتخذ القرار الذي يريحه، انا قابل بالقرار من اوله الى اخره. صافي. كيقولوا انك انت ما طلبتيش الولايه الثالثه. انا يلا كنطلب الله، والله عمرني ما طلبت له الولايه الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه ولا رئاسه الحكومه ولا رئاسه الحركه ولا رئاسه الحزب. يلا وسير. داك النقاش اللي كان على الفضاء الازرق والذي اثير اصلا على الولايه الثالثه، وقلت بان جاك سوء من المقربين بخصوص الولايه الثالثه. لا 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 ماشي هكذا، نبقى في الحال ان بعض الاخوان تيقولوا غيمشيو، هذا ما عجبنيش، لانه احنا حزب ديمقراطي والديمقراطيه تتقوم على واحد الاساس، هو انه الا جاوا الناس متفقين معك تفرح، ما كاين مشكل. بالحق الا ما جاوش متفقين معك ماشي تقول انا غادي نغادر، لا، كتبقى وكتتحمل وكتخدم عاوتاني للمستقبل، ما كاين حتى مشكل، ايام الله طويله.